النهاردة هنعمل طريقة جديدة بشاميل، بس عن طريق الاسباجيتي. اول حاجة جبت السمنة، كوباية سمنة او كوباية زيت، وصدها كوباية من الدقيق. بدأت ان انا اقلبهم لغاية ما يتجانس تماما. بعد كده ضفت ملح وفلفل، وبعدين ضفت اللبن وبتقلبيه ويكون اللبن بارد. بعد كده بتحطيهم على النار وتسلق المكرونة، وبعدين بيتم التجانس تماما. بتضيفي طبق من البشاميل في البايركس، وبعدها بتبدأ ان انت تحط المكرونة، وتكوني مع سجق اللحمة عاملة تحطي اللحمة وعليها البصل وتسويها على النار، وطبعا ملح وفلفل لغاية ما يتم انها تستوي. وبعدين بتبدأ ان انت تحطيها في طبق في النص، طبقة تاني مكرونة، وفي النهاية بتحطي طبقة البشاميل. ممكن انت تحطي كمان موتزاريلا، بس انا بحب ان انا استخدمها بالطريقه ديت. بعد كده حبيت ان انا اعمل بانيه جنبها، جبت بانيه تبلته بالبصل وملح وفلفل وبهارات وخل. بعدين جبت البيض، احلى قطعه في البانيه اللي هي بيسموها قطعه الموز، بتبقى ناعمه جدا. تاني انت تحطيها في البيض، بعدين من البقسماط مع الفيجيتار. وبعدين ببدأ أكون مسخنة الزيت، ببدأ إن أنا أضيف الأجزاء بعد ما تبلت البانيه. بعمل القطع كلها مرة واحدة، وبعدين ببدأ إن أنا بعد ما الزيت يغلي أبدأ إن أنا أضيف قطع البانيه لغاية ما يبقى لونه دهبي. بعد ما بيتم إن هو اللون دهبي تماما، ببدأ إن أنا أقلبه الناحية التانية. بحب ان هو يكون شكله يعني متجانس، ويكون اللون بصورة كده يعني مقبولة. ما بيقعدش مثلا دقايق، يعني هي ربع ساعة بكتير، وبتبدأ ان انت تطلع البانيه. من الوصفات الجميلة جدا ان انت تحطي البانيه بجنب المكرونة، وتحطي طبق سلطة. هي يعني تعتبر وصفة متجاملة. بعد كده بدأت ان انا اقلبه لغاية ما خليته اللون الذهبي. وبعدين كانت المكرونة في الفرن، بدأت ان انا طلعتها وكانت بالشكل ده، كانت طعمها تحفة جدا. بدأت ان انا يعني ان هي بعد ما تم تحميرها يعني في الفرن، كنت عاملة طبقة سلطة دوت. بعد كده بدأت ان انا اقطعها تقطعها من الحواف عشان تقدري ان انت تطلعيها بسهولة يعني من الطبق. انا بحبها بتكون صورة جوز كده، يعني تحس ان هي سايلة سايحة قوي. بحب اعملها بالسباكيتي، بتبقى ليها طعم تاني كده خالص. انصحكم ان انتوا تجربوها، هيعجبكم جدا جدا الوصفة ديت، من افضل الوصفات اللي انا بحبها. حطيت جنبهم البانيه وجنبهم السلطة، بتعتبر يعني من الوصفات لما بضيف طبق السلطة والبانيه بصورة بروتين وفيتامينات ومكرونة تعتبر متكاملة. ديت مثلا الأشخاص اللي هم عايزين يزيدوا في الوزن، يعني ما تنصحش طبعا لمريض السمنة، لأن هي نسبة الدهون فيها عالية ونسبة الكربو. بس ممكن انت تعمليها وتسويها لغاية ما تبرد تماما عشان تقدري تقطعي. وبالهنا والشفا، ما تنسوش تشتركوا في القناة.